عشرة مدن لابد أن تكون مسلحاً فيها على مدار الساعة. هي مدن لا تود أبداً أن تذهب إليها، حتى لو شاءت الظروف أن تتواجد فيها، فعليك أن تتسلح بجيش يضمن لك أمنك. تلك المدن تزايد فيها معدلات الجريمة وغير مستقرة أمنياً، وتنتشر أخطر رجال العصابات بشوارعها. لذلك نعرض عليكم اليوم أخطر عشرة مدن في العالم، حتى تستبعدها من قائمة المدن التي تود أن تذهب إليها. قبل أن نبدأ، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس. كاراكاس، فنزويلا. هذه المدينة ممر مزدحم لعبور المخدرات، وتحدث فيها الكثير من الجرائم العشوائية، وتتم فيها العديد من السرقات التي أصبحت معتادة حتى في وضح النهار، ولا تملك الشرطة أي سيطرة على الأنشطة الإجرامية التي تحدث في هذه المدينة. مقديشو، الصومال. لا زالت عاصمة الصومال تعمها الفوضى، وهي خارج نطاق الأضواء منذ عام 2011 بسبب الحرب الأهلية التي قامت في البلاد منذ 20 عاماً نتيجة العنف السياسي الذي حدث في البلاد. ولا يمكن لأي صحفي أو باحث أن يحصل على إحصائيات دقيقة لما يحدث هناك. ريو دي جانيرو، البرازيل. بالرغم من أنها مدينة تملك بعض الشواطئ التي تعد الأجمل في العالم، كما تتمتع بطبيعة خلابة، إلا أنها مدينة غير آمنة، وتحتوي المدينة على الكثير من المناطق العشوائية والأحياء الفقيرة التي يعيش فيها أكثر من 20% من سكان المدينة. الشيشان، روسيا. نعلم جميعا الحرب التي شنتها روسيا على الشيشان في منتصف التسعينات، والتي لا تزال بسببها الشيشان غير مستقرة، ولا تزال منطقة للحرب والخراب، ولا ينصح السائحون بزيارتها. سيوداد خواريز، المكسيك. تعتبر هذه المدينة مركز بيع وشراء المخدرات في المكسيك، ولا توجد أي إشارة إلى أن هذه التجارة قد قلت أو تمت السيطرة عليها، كما يصاحب وجود هذه التجارة المدمرة أعمال العنف والقتل والسرقات التي تنتشر تبعاً لوجودها. بوجوتا، كولومبيا. تكمن مشكلة بوجوتا في تجارة المخدرات والجماعات السياسية المتطرفة التي تقف ضد الحكومة الكولومبية، ولكن لحسن الحظ قد ظهر بعض التحسن في الأوضاع داخل المدينة في أواخر التسعينات، حيث أصبح شمال المدينة منطقة آمنة تماماً. بغداد، العراق. دخلت بغداد هذه القائمة خاصة بعد الاحتلال الأمريكي الذي أدى إلى تمزق البلاد وحدوث العديد من الانفجارات التي تودي بأرواح الكثير من العراقيين وانتشار أعمال العنف بها. غواتيمالا. تملك هذه المدينة معدلات جريمة مرتفعة للغاية بسبب إهمال الحكومة الفاسدة وقوات الشرطة التي تعد غير مؤهلة بالمرة لكبح جماح الأنشطة الإجرامية في المدينة. توجد فجوة كبيرة بين الفقراء والأغنياء فيها، مما يدفع الفقراء لعمليات السرقة والنهب. سان بادرو سولا، الهندراوس. سجلت هذه المدينة أعلى معدل لجرائم القتل في العالم، وتعتبر أخطر حتى من العراق وأفغانستان، وتتفشى فيها عمليات السرقة، ويحمل كل فرد في هذه المدينة تقريبا قطعة سلاح كنوع من الحماية لنفسه ولأسرته. كيب تاون، جنوب إفريقيا. نعرف جميعا أن كيب تاون إحدى المدن السياحية الكبرى في العالم، ولكنها تحتوي على بعض المناطق التي لا يخلو فيها أي مكان من جريمة ما، خاصة القتل وتجارة المخدرات والسرقة، ويتم نصح السياح بتجنب الأماكن المظلمة والمشبوهة. كانت هذه أكثر عشرة مدن خطورة في العالم، فننصحك بأن تفكر مليا قبل زيارتها. ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.